انا سعد شوفي غادي نقول لكم يعني ملخص كلمه ملخصه سعد راه بخير وعلى خير الحمد لله وان شاء الله قريبا غادي يجي ان شاء الله لبلادو ويتلاقى مع الجمهور ديالو ان شاء الله والجديد راكم كتشوفوه دائما مجتهد ودائما كيخلق المفاجات للجمهور ديالو واحد المعلومه ديال ان مدير اعماله هو اللي كاد واش هذه المعلومه صحيحه ولا غلط لا ما نقدر نجاوبك حتى على شي حاجه في هذا الشيء لان انا ما عنديش علاقه بهذا الشيء وانت صريح مع الجمهور